تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. هذا سائل من دولة غانا يقول: إذا قلنا للنساء ألا يدخلن هذه الجامعة المختلطة التي لا تسمح لهن بالحجاب، الناس يقولون إذا كانت نساؤنا لا تدرس الطب فمن سيعالج زوجاتنا؟ فما الرد على هذا جزاكم الله خيرا؟ الجواب على هذا بارك الله فيك أن الله عز وجل أمرنا بالمحافظة على رأس المال، فرأس مالك هو النفس، نفسك أيها المسلم، فقد أمرك الله عز وجل بالمحافظة عليها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وبالتالي لا يجوز لك أن تقحم نفسك أو أهلك من أجل أن تعالج الآخرين، فالله عز وجل سيجعل لهم فرجا ومخرجا، وستأتي الطبيبة الكافرة أو الجاهلة بدينها وستتعلم في هذا المجال وستعالج زوجات أو نساء المسلمين. فالواجب عليك ألا تقتنع بهذه الشبهة وأن تحافظ على دينك، وسيجعل الله عز وجل لهن فرجا ومخرجا. نسأل الله عز وجل أن يهيئ لبلدان المسلمين حكاما يسعون في فصل النساء عن الرجال والرجال عن النساء، وخاصة في التخصصات المطلوبة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ أبناءنا ونساءنا وأن يقينا وإياهم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.